السلام عليكم مشاهدي قناة لو دي جي تي في ومستمعي لو دي جي راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الزاوية 90، البرنامج الذي عهدتموه في استقبال مجموعة من الضيوف والتي لدينا لهم تجربة رياضية ولهم علاقة بالبحث العلمي بطبيعة الحال. اليوم لنا ضيف خاص له تجربة كبرى وهو الأستاذ حسن مومن، حاصل على ماستر في تدريب الرياضي بديجون بفرنسا في 2004 و2000 ما بين 2004 و2005، ثم حاصل على دبلوم من معهد مولان رشيد 1985، حاصل على شهادة الاو بي اس بالرباط 1987، خبير لدى الكاف مؤخرا في 2021، درب العديد من الفرق الوطنية ودرب كذلك المنتخب الوطني، وله تجربة مشرف عام لمجموعة من الفرق والأندية الوطنية أبرزهم فريق الفتح الرباطي. اليوم نستضيف حسن مومن للحديث على مراكز التكوين وأهميتهم داخل المنظومة كرة القدم الوطنية. سي حسن مرحبا بك معنا اليوم. شكرا سي عامي، وتحية رياضية لجميع المتابعين الكرام. اليوم طبيعة الحال سي حسن كنصادفوك للحديث على مجموعة من الأشياء متعلقة بالمنظومة الكروية وتطويرها، ولكن بالخصوص مراكز التكوين. وحنا كنعرفوا على أن مراكز التكوين أصبحت يعني مهمة في تكوين اللاعبين وتطوير اللعبة وتجدين منتوج كروي جيد. ما هو تقييمكم لهذا النموذج الذي أصبح يعرف به المغرب سواء مؤخرا أو في الماضي؟ طبعا اول شيء حنا كنعرفوا بلي اي بلد باش يمكن له يتقدم يمكن له يستمر الا في التكوين عامه، وفي المجال ديالنا تاع كره القدم الاستثمار في التكوين شيء اللي هو مهم بزاف، على مستوى تكوين المدربين، على مستوى تكوين الفئات الصغرى وتاثير اكبر عدد من شباب هذا البلد الحبيب. طبعا باش يمكن ندير واحد المقارنه بين التكوين في السنوات نقولوا تاع الستينات السبعينات الثمانينات التسعينات وبين هذه الألفية الآن الأخيرة، فأكيد كاين فرق كبير، لأن أولا كان تكوين بالفطرة، لأن كانت الممارسة في الشوارع وفي الأحياء ودورية الأحياء المدارس، كذلك الألعاب المدرسية كانت عندها واحد دور كبير في تأطير هذا الشباب، وبالتالي فالمنتوج كان كيجي بواحد الطريقة اللي هي كثيرة ولكن بعفوية، وما اللهم إلا استثنية التأطير اللي كيكون داخل المدارس الكروية أو الألعاب المدرسية. الآن من بعد 2010 وقع واحد تحول كبير على مستوى التكوين، أولا لأن الحمد لله بلادنا عرفت إنشاء واحد مجموعة على أكاديميات وعلى رأسهم أكاديمية محمد السادس، اللي هي في حقها كيخصها تكون قدوة للفرق الأخرى وللأكاديميات الأخرى باش يمكن لنا أن يكون عندنا أكبر عدد من أكاديميات في هذا المستوى. إلا أن من 2010 لهنا ماشي عرفنا غير إنشاء بعض الأكاديميات وبعض مراكز التكوين، ولكن في نفس الوقت دخلت واحد مجموعة تاع الأموال على الفرق، هذا اللي خلاهم على انهم كيمشيو لسياسه تاع الانتدابات اكثر من اللي غادي يمشيو في سياسه تاع التكوين. وبالتالي فالى السنه بعد الفرق الان اللي هي مازال كتركز على التكوين، فاغلبيه الفرق مع الاسف على انها ولات كتمشي فقط لسياسه تاع الانتدابات، وهذه المساله انا كنظن حاله اللي هي غير صحيه، ويمكن لها بدات كتبين البوادر السلبيه ديالها على واحد مجموعه الفرق، لا على مستوى النوعيه تاع اللاعب اللي هو كيتكون، لا على مستوى كذلك التدبير المالي والخزانه اللي ولات كتعرف واحد الضائقه ماليه لواحد فرق كثيره. يكفي نعرفوا الان على ان في هذه اللحظه اللي حنا كنهضروا يلا واحد ست الفرق اللي هي الان عندها الحق في الانتدابات، هذا كيعني على ان خزينه تاع الفرق تعاني وحال الوقت باش الانسان يعاود يفكر من جديد، وهذا هو موضوعنا تاع اليوم. وفي حق سي حسن يعني السؤال ديالي كان مرتبط يعني بالايجابيات الكبيره في حال تم العمل بشكل متقن في هذه الاكاديميات، ولكن اليوم عطيتيني واحد نقطه مهمه بالنسبه لي، لان احنا كنعرفوا في التدبير الانديه هناك استراتيجيه داخليه واستراتيجيه خارجيه، استراتيجيه خارجيه وانه تصنيف النادي
مثلا الى خدينا الفرق الكبرى كنعرفوا لان الفرق الكبرى كتلعب على الالقاب نعم. وكاين فرق طبيعه الحال اللي كتكون كتقلب على تحقق لومانتيان ديالها هذا وكاين فرق اللي هي مكلفه بالتكوين اليوم يعني لا الانديه كلها سواء اللي كتلعب على الالقاب ولا حتى الانديه اللي كتكون كتعاني يعني وشنو هو السبب الحقيقي في هذا الشيء هذا هو اللي السؤال اللي جريتيني له سي حسن ما طرحوش هو كاينين جوج المشاكل كما قلنا المشكل الاول هو ان كوليتي كتستثمر واحد الاموال كثيره في الانتدابات لان ملي كتولي كدير انتدابات وما كيكونش عندك المنتوج ديالك فاكيد على ان كيخصك ميزانيه كبيره وهذا اعطى بعض النتائج الانيه لان انا كنتفهم بعض الرؤساء والاغلبيه الرؤساء على انهم كاين عندهم واحد الضغط كبير من طرف الجماهير ديالهم باش يحققوا النتائج في اقل وقت بمجرد باش كيجيو لاي نادي وبالتالي فالحل البسيط ولا السريع هو انك تمشي تنتدب واحد العدد كبير من اللاعبين باش يمكن لك تحقق نتائج الا ان الا درنا مقارنه مع اوروبا مثلا اللي هي كتلعب على مستويات اللي هي عاليه فهي رغم انها كتلعب على الالقاب ولكن ما نساتش الاستثمار كذلك في التكوين لان استمراريه تاع اي نادي هو انه يستثمر في التكوين ديالو لان التكوين اولا كيعطيك لاعبين مستوى معين بمستوى عالي وبجوده عاليه ولكن بقيمه ماليه اللي هي اقل بكثير مما يتطلب مثلا استثمار في واحد اللاعب كفي على ان مثلا الا خدينا غير مقارنه اكاديميه محمد السادس اللي هي غادي يجيونا من بعد وكنتكلم استثمرت فيها مثلا غير الميزانيه التي استثمرت باش تبنى هذا المعلمه راه تقريبا شي 14 مليار ولكن ملي كناخذوا مثلا لاعب مثلا كان نايف اقرد اللي تخرج منها ولا اناحي ولا نصيري راه غير واحد اللاعب من هادو راه كيسوى دابا فوق 20 مليار بمعنى ان كما قلت لكم على ان الوقت تاسست اكاديميه محمد السادس فتاسست باش انها تكون قدوه للفرق الاخرى ونعرفوا راسنا اننا قد ما استمرنا غادي غنجنيو بزاف لا لاعبين بمستوى تقني عالي ولا كذلك حتى على المستوى المالي كيمكن المداخيل تولي وعائدات اكبر على هاد الفرق سواء داخل المغرب او اللاعبين اللي غادي اليوم يخرجوا لاوروبا او الخليج او اي بلد اخر سي حسن وجبتي انت الاكاديميه ديال محمد السادس وجريتيني واحد السؤال اللي هو مهم يعني في اعتقادكم الشخصي المراكز التكوين الانيه اللي كتوفر عليها بعض الانديه اللي كيقول على ان عندنا مراكز تكوين وما نهضروش على مدارس كره القدم نعم نهضروش عليها كنهضروا على مراكز تكوين اللي فيها واحد كتطلب واحد تاطير معين واحد السن معين لان فيها مجموعه ديال الاراسات ومجموعه ديال الاشياء اللي كتطلبها باش تعطينا لاعب ذات جوده عاليه وباستثناء فئه قليله من الانديه واش كاين بصح مركز تكوين اذا الا بغينا نحسبوهم تقريبا راهما يعدون على رؤوس الاصابع لان غادي ناخذوا من بعد اكاديميه محمد السادس كاينه اكاديميه الفتح الجيش الملكي بركان الجديده مؤخرا الرجاء الرياضي في اعتقادي هذه هما الان الانديه اللي هي عندها اولا مركز تاع التكوين واللي هي كيمكن الطفل الا جا انه كيمكن له يتبع الدراسه ديالو رياضه موازاه والتاطير ديالو كيكون اللي هو نوع ما احسن بما هو متواجد عند واحد مجموعه تاع الفرق الوطنيه اللي كتعتمد فقط على الفئات الصغرى واللي هي كدير تكوين بواحد الطريقه اللي هي غير مباشره ولكن ديك الطريقه تاع ان اللاعب غيجي يدرب معاكم 12 جوج ولا 4 على 6 ويمشي بحاله وبالتالي ما كاينش متابعه اللي هي جيده إذن هاد الأندية هي قليلة ومع الأسف كما كتعرفوا كيعرف الجميع لأن التكوين كيبدأ طبعا بعد واحد مجموعة المنشآت الرياضية شيء اللي هو جيد طبعا ولكن كيجي النقطة الثانية هو الاستثمار في العنصر البشري غادي يمكن له يأثر وكتجي النقطة الثالثة هو نوعية عملية تاع التنقيب اللي كيخصها الدار عندها دور كبير كذلك نعم وكتجي النقطه الرابعه هو تدريب ونوعيه تاع التدريب مع الاطول هي عندك متوفره داخل الاكاديميه وكتجي النقطه الخامسه المكمله واللي هي جيده واننا هاد الاكاديميات ما يمكن لهمش يشتغلوا الان جيدا الا اذا كانت واحد المنافسه طيله الموسم في واحد مستوى معين مع فرق معينه
وكذلك واحد عدد كبير من المقابلات سنويا، بحيث ان دابا معروف على المستوى العالمي باش يمكن لاعب يوصل مستوى جيد، فخيخص على الاقل واحد 40 مقابله سنويا، يكون على الاقل 40 مقابله سنويا ولكن في جوده معينه. وبالتالي فالان باش يمكن تكتمل الصوره عندنا، كيخص على الاقل اغلبيه الفرق اللي هي في البطوله الاولى ولا البطوله الثانيه خص يكونوا عندها مراكز تاع التكوين ديالها، لان الجامعه والسياسه الوطنيه عامه فمن 2010 الان خدات مبادره على انها بنات واحد مجموعه المراكز تاع التكوين، بحيث ان مطلوب الان من اي فريق من الفرق ان يتوجد عنده واحد المساحه تاع 6 هكتارات ولا 8 هكتارات، فالجامعه مع وزاره التجهيز مع الشباب والرياضه مع كيمكن لهم يتكلفوا ببناء هذه الاكاديميات، وبالتالي فالانديه. سي حسن في هذه النقطه انا غنجي لدور الدوله في السياسه العموميه ديالها، غنجي لهذه النقطه لان مخليها غير حنا. السؤال اللي كيجرني الان على مستوى التكوين داخل الاكاديميات، وعندما نتحدث على لاكومبانيومون لو سويفي اي لورينتاسيون اي لو كونترول، يعني التتبع المواكبه والتتبع والتوجيه والمراقبه، وهذو مؤشرات مهمه باش يعطينا منتوج جيد. واش كاين هذا الشيء دابا اليوم في الاكاديميه؟ طبعا هو السؤال مطروح لان ملي هضرت قبيله هضرت على الاستثمار في العنصر البشري اللي هو مؤطر، لان هذا الفريق البيداغوجي اللي غادي يمكن كيكون كيعمل داخل واحد المنظومه المتكامله، واللي كل واحد عنده واحد لاطاش، عنده واحد العمل اللي هو كيخص يقوم به على مستوى المتابعه هاد اللاعبين على المستوى التقني ولا التكتيكي ولا اللياقه البدنيه ديالو ولا الدراسه ديالو، لان المشروع تاع الدري ملي كيمشي يدخل واحد الاكاديميه فكيكونوا ثلاثه، كاين مشروع اللي هو دراسي كيخصو يحظى بالعنايه والمتابعه ويخص يكونوا مؤطرين اللي غادي يتكلفوا به، كاين المشروع التربوي كذلك اللي هو كيصرع النفسيه ديال اللاعب والتربيه تاع اللاعب والاخلاق ديالو والمتابعه ديالو باش يكون عنصر اللي هو فاعل في المستقبل سواء لعب كره ولا ما لعبش كره، على الاقل كيكون صالح للمجتمع. والمشروع الثالث اللي هو المشروع الرياضي اللي طبعا دخل من اجله اللي هو كتمنع لي هذه اللبنات كلها، وبالتالي فهذه العناصر كلها انا كان في نظري مازال كيخصنا استثمار اكثر، لا على مستوى النوعيه ولا على مستوى العدد، بحيث ان ما بقاش مسموح ان مثلا في واحد المركز ولا واحد الاكاديميه ما يكونش مثلا كان عندك مهيئ ذهني، ما يكونش عندك واحد الانسان المتابع للاسيستون سوسيال، الانسان اللي هو مكلف بالتغذيه، كاين عندنا الاطباء عامه كيكونوا في الاكاديميات، وبالتالي ما غاديش نستمروا فقط في النوعيه تاع المدربين اللي غادي يكونوا كيدربوا هذه اللعابه، ولكن كيخصنا نستمروا في هاد الثلاثه اللي غادي يخدم ليا مشروع التربوي والمشروع الرياضي ديالو والمشروع الدراسي، بمعنى ان كيخصنا واحد الانسان منين يخرج من الاكاديميه كيخص يخرج صالح المجتمع ديالو، يمكن له يمشي للعمل الرياضه ويمكن له ينجح فيها، ولكن اذا ما كانش على الاقل غادي يكون عنده مجالات اخرى، غادي يكون وظائف اخرى اللي تكون في صالح المجتمع ديالنا. اكزاكتوم سي حسن، اليوم مقارنه مع الماضي، الماضي وتكون الماضي، وحنا غادي نجيو لتجربه مهمه كنت قضيتيها في الاتحاد الجمهوري للخميسات واللي هي مهمه كما تكلمنا في الكواليس، واش ممكن نطمنوا الانفس ديالنا يعني في التكوين مقارنه مع الماضي، خصوصا هاد لي ريزولتا ريماركابل ديال ليكيب ناسيونال في قطر 2022. غادي نلحق هذه النقطه بواحد المجال اخر قبيله، كنتي هضرتي على واحد المساله وهي مهمه. احنا كنعرفوا باللي في داخل اي بلد كاين فرق اللي هي عندها قاعده جماهيريه وتاريخيا كتلعب على الالقاب، وهذه مفروض عليها تمشي في سياسات انتدابات، لانها وانا كتكون عندها مداخل ماديه كبيره، مفروض عليها تكون هي الواجهه تاع هذاك، هذا الشيء معروف في المغرب في سبليون في فرنسا في جميع الدول العالميه، كاين فرق بعينها، وكاين فرق اللي هي تنشط واحد البطوله معينه، وكاين فروق اللي هي دارت باش انها تكون عندها ديك الصفه تاع مكون. صحيح. وكنا شفنا واحد سنين مثلا فروق في المغرب كانت بحال البرنوصي، البرنوصي كانت معروفه على انها كتعطيك اللاعبين باستمرار، من بعد كانت خميسات عاوتاني في واحد الفتره معينه، ملي كنمشيو لفرنسا كانت اوكسير دائما هي، وذاك ذاك السوشو ذاك ذاك المصنع اللي هو كيعطيك دائما منتوج اللي هو كبير. اذا ملي كنوصلوا لهذه النقطه اش كنقولوا؟ كنقولوا
الآن هذا الفريق خصو يمشي للتكوين، ولأن علاش؟ لأن يعني أولا ما عندوش إمكانيات مادية كبيرة باش غادي يمكن له يواجه الفرق الأخرى، وهذا هو اللي غادي يردنا الحديث نيت على خميسات، لأن كانت هذه الفترة كانت دارت تشريح وتبين على أن ما يمكنلكش دير انتدابات لأن ما عندكش إمكانيات مادية صحيحة. ثانيا عندك مدينة اللي هي ما عندهاش ملاهي كثيرة، وبالتالي فأكبر عدد من الشباب تاع ديك المدينة أنه كيمارس الرياضة سواء العدو الريفي أو كرة القدم أو كرة السلة أو كرة اليد، لأن هذا اللي خلانا شفنا خميسات في واحد في تقريبا في السبعينات الثمانينات والتسعينات تقريبا راه عندها مجموعة ديال ديسيبلين ديسيبلين يكفي لي قلنا مثلا غير العدو الريفي راه كانت كتدع كتطعم جميع الفرق الوطنية وفي جميع السباقات جميع، وبالتالي مع الأسف ولينا كنشوفوها شي كاين داتر. إذا باش تنجح في واحد السياسة أنك خصك تكون كدير واحد المتابعة على ثقة أولا، وتكون عندك توجه اللي هو معلن به أنك غادي تمشي للتكوين، غادي خصك توفر ليه بعض الظروف ديالو، ويمكن بالإمكانيات المحدودة كيمكن تنجح. لأن مثلا إلا هدرنا على ديك التجربة تاع كيفاش وصلنا ليها في خميسات، فكان سهلة، كاين واحد اتفاقية بين 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 جامعة كرة القدم الوطنية المغربية وبين وزارة الشباب والرياضة في الوقت ووزارة التربية وكذلك الوطنية وزادت هدف الرياضة. في ذلك الوقت كنا كنستغلوا واحد فضاءات رياضية وكذلك واحد داخلية تاع واحد ثانوية اللي كانت مغلقة وفي طلب عادي درت تحت الرهن الإشارة تاع النادي، ودينا كنستغنوا على الأقل المطعم تما ولا اللعابة دوك اللي هما النخبة اللعابة اللي هما غادي يعطيو نتائج من بعد جيدة، بداو كيدربوا وكيمشيو كيتناولوا الوجبات ديالهم، وكانت متابعة من جانب التغذية وهذه المسألة عطتنا لاعبين اللي هما استطاعوا باش يحققوا نتائج جيدة وجابوا فلوس كذلك تباعون بعد حق كانوا مثلا في 2007 2008 كان ممكن انا حتى المرتبه الثانيه في البطوله الوطنيه راه مشي مع حسين عموته ومن بعد كانت مشيو في عصبه الابطال وعصبه الابطال للتاريخ، وان الفريق اللي انهزمت مع خميسات هي تيبي مازامبي من بعد ما داروا 1-0 الفريق الوحيد اللي انهزم 1-0 في الذهاب، وفي الاياب داروا 0-0 في خميسات. في ديك السنه تيبي مازامبي هو اللي غيتوج بطل من بعد ما غيكون ربح وقيل الترجي ب 5-0، بمعنى ان وصلت لكاليتي الجوار اللي تكونت جيده هذيك. من بعد ديك واحد مجموعه اللاعبين بعد انا وصولي للفتح مع موتا انتدبنا منهم شي 5 لعابة طبعا اللي عطونا واحد دفعة المرحلة الأولى باش رجعنا بالفتح للقسم الوطني الأول، حققنا كذلك اللقب تاع الكاف كأس العاش في واحد الظرف وجيز. الكلقراوي على ما أعتقد الكلقراوي كان باخوش وكان كذلك لاعب بن بوبكر مجموعة من اللاعبين اللي عندهم جودة عالية. نعم من بعد تيرجع عموته كياخذ تجربة ديال التدريب في الاتحاد التيموري خميسة على ما أعتقد بدا تما، لأن عموته دونك بدا اللاعب تما ومن بعد انتقل الفاتح ولكن السي حسن هذه التجربة كتعطيني على أن وسمحي لي قاطعتك كتعطيني على أن التفكير الجيد ديال المسير اللي كان تيفكر بشكل تدبير مقاولتي ما نبخسوش العمل ديال على داك القرتيلي على ما أعتقد كان على رأس ما نبخسوش العمل ديالو لأنه كان إنسان ربما كان تفكير أنا داك تفكير مقاولتي ومنطقي، لأنه هو شنو كيقول لك الإنسان ما عندكش موارد مالية راه المقاولة باش كتنجح كتستمر في العنصر البشري. العنصر البشري كانت أول سياسة اللي دارت في خميسات لأن قليل اللي كيعرفها، هو أن كانت دعمت أولا تكوين تاع اللاعبين القدامى، وبما أن القرتيري في ذلك الفترة كان هو كذلك رئيس عصبة الغرب، فجميع الدورة التكوينية تاع المدربين كان كيدفع اللاعبين أنهم كذلك يمشيوا القدامى أنهم يمشيوا ويتكونوا. هذاك التكوين شنو اللي يعطاك؟ عطاك واحد المجموعه واحد الجيل اللي استطاع باش الشيء يعطي واحد اللمسه على مستوى تكوين اللاعبين على مستوى تنقيب على اللاعبين، وبالتالي فالاستثمار في العنصر البشري كيمكن له يعوض لك النقص المالي والمادي اللي انت كتكون محتاج به، وبالتالي فهذه هي العقلانه
في التصوير تاع المقاولات اللي درتي عليه، وهذا هو اللي كيمكن له يعطيك نتائج بتكلفه اللي هي اقل تكلفه، اقل تكلفه، ومن بعد غادي تحقق بها بطبيعه الحال واحد عائد مالي. نعم. كبير، وكيدخل في الخانه ديال التدبير او في الميزانيه. اليوم سي حسن ذكرت قبل باش نعاود نرجعك للسؤال، الجواب اللي كنت درتي وحبستك، هو ما يتعلق بالسياسه العموميه للدوله، وهي الرؤيه للدوله كيعطيك انطباع اليوم مباشره بعد الرساله الملكيه وبعد دستور 2011، كيعطينا انطباع على ان الدوله دسترت الرياضه اصبحت مدسترة، وانها يعني كانت هناك اهتمام وتقنين هذا التطوير وهذا المجال ديال الرياضه. طبعا كما كتعلموا باللي في المناظره تاع السخيرات كان توجه تاع صاحب الجلاله، عطى واحد المجموعه تاع الخطوط العريضه اللي خصو يمشي عليها. كان هضر على 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 البنيه التحتيه، على تغيير القوانين وتحيينها، هضر كذلك على التمويل، هضر على التكوين، هضر على الرياضه القاعديه سبور دو ماس، وعلى النخبه. وبالتالي فاول نموذج دار هو بناء اكاديميه محمد السادس على مستوى كره القدم، وكذلك واحد مجموعه تاع الانديه اللي كان عندها واحد وعاء عقاري تحت الامره ديالها تم تشييد مراكز تاع التكوين. كذلك في نفس السنه من بعد 2010 عرف تحول تاع الفرق الوطنيه المغربيه ديالنا من فرق اللي كانت كتمارس على مستوى الهوايه رجعت فرق اللي هي محترفه بدفتر تحملات اللي بعينه اللي يجب ان يحترم على وعنده مقاييس ديالو وشروط ديالو. من بعد كذلك رجع التمويل، دخلت واحد الاموال كثيره بالنسبه انا كنهضر على كره القدم لان هو المجال اللي عندي ديري به وكنعرفو اكثر. وبالتالي فالسياسات من بعد بدات السياسه تاع التكوين كذلك، التكوين تاع الاطور اللي الان المغرب راه غادي في واحد المجال اللي هو يمكننا نقولوا عنده الاسبقيه على المستوى الافريقي، لان البلد الوحيد مثلا في كره القدم اللي الان كان دار هذه من 4 سنوات واحد دوره تكوينيه خاصه ب لاكاف برو، بمعنى مدرب محترف اللي هي متواجده يلاه في اوروبا. الان المغرب هو البلد الوحيد ما تقيل في لازيلا الفلازي هي كذلك، ولكن بالنسبه لافريقيا المغرب الوحيد اللي ينظم هنا. وابتداء من نهار الاثنين المقبل ان شاء الله غادي تكون دورات تكوينيه كذلك بالنسبه لواحد المجموعه اخرى. من حسن الحظ ديالي غادي نكون كذلك انا كذلك غادي نمشي نحضر لهاد هاد الدوره التكوينيه اللي خاصه بالمدربين المحترفين في المغرب غادي تدار. والمغرب كعادته هو منفتح على المجال الافريقي، فظرف في ديك 26 مدرب اللي غادي يكونوا حاضرين اللي هي نخبه، غادي يكونوا عندنا تقريبا شي 7 تاع المدربين النخبه من عدد من افريقيا اللي غادي يكونوا كذلك تعطيهم فرصه كما وقع في الفرصه في الدوره الاولى. وبالتالي فالمغرب كيشتغل على مستوى التكوين في المغرب في المغرب، ولكن كيعطي فرصه دائما للدول الافريقيه باش انهم يندمجوا حتى هما ويستافدوا من هذا الدوره التكوينيه. سي حسن، وهنا انت كتهضر على التكوين وكتهضر على المدى، ولكن دائما يتبادر الى الذهن ديالي هذه المساله ديال التكوين في نعتقدكم سي انا ينقصها واحد الشق مهم له هو التكوين، يعني وهو البحث العلمي. أنا في اعتقادي الشخصي البحث العلمي أصبح مسألة مهمة في مجال التكوين، لا يمكن أن نكون يعني مكونا أو مكونا محترفا بدون باقي الحقوق المعرفية الأخرى. هنا كيجرنا باش نهضروا على جوج المجالات. المجال أولا نفرقوا بين التكوين تاع المدرب والتكوين تاع المكونين. المدرب عنده واحد الرؤية معينة هو فكر معين، والتكوين ديالو كيتجه دائما لتكوين واحد الفريق من اجل تحقيق واحد المجموعه تاع النتائج، عكس المكون اللي هو كيكون كيتجه للفرض، كيتجه للاعب وكيشوف كيفاش يمكن يطور مؤهلات تاع داك اللاعب باش يكون ناجح داخل واحد المنظمه تاع واحد الفريق واحد. كذلك هنا كيجرنا الحديث على ان
بما اننا في التكوين كيخصنا واحد النوعيه تاع الشخصيات ولا نوع تاع الناس اللي خصهم يدخلوا هذا المجال، فعندنا مع الاسف كاين مثلا مع المولاي رشيد اللي مازال لم يستغل بما يكفي لانه هو فيه البحث العلمي، وعندنا واحد المجموعه تاع الاطروحات اللي دارت، ولكن مع حد الان القليل منها اللي تم الاستفاده منه. ويمكن لي نعطيك مثلا غير دي بروفيل اللي هما خرجوا مثلا ونجحوا من بعد مولاي رشيد، يمكن لي نزيد سعيد شيبه عمو تاع الحسين، وهادو بروموسيون وحده. كاين عندنا رشيد لوستيك هو جاي كذلك في الطريق، رشيد توصي مع عبد الرحمن السليماني كانوا جاو من المجال تاع التعليم، لان حتى هو يمكن نهضر لان هضرنا على الشباب والرياضه التكوين مع مولاي رشيد، كذلك في مراكز التكوين تالي تابعة للتعليم سيبير ولا كذلك لناس. وبالتالي فهادو عندهم تكوين خاص موس أكاديمي وكذلك جامعي، وبالتالي كيمكن أننا إلا نقبنا كما كنقبوا على اللاعب كيخصنا نقبوا على النوعية تاع المكونين اللي غادي يمكن لهم يعطونا الإضافة، ويمكن من خلالهم نستفدوا من البحث العلمي اللي هو الآن كما قلت لك في واحد العدد كبير من المؤسسات، ولكن مع الأسف أننا مازال ما كنستفدوش منه بما فيه الكفاية. وراء سي حسن هذا هو من بين أهم الأشياء في الريكروتمون، الكلوب اللي كتقلب على أوتور داكشي كيخص البروفيل اللي غادي يجي يكون عنده واحد لو بلان داكسيون، ويكون عنده ان بلانينغ اللي واضح وفيه لي زوبجيكتيف وفيه هادي، باش حتى يعني الفريق تيعرف بانه داك ريكروتمون راه في صالح النادي على اعتبار ان عنده واحد السياسه معينه. السي حسن اليوم كاخر محور للنقاش هو يتعلق واش اليوم مراكز التكوين تقدر تعطينا نخب تقنيه واللي كيمكن لها تسرع على هذا التكوين، هذا النماذج اللي هي متوفره اليوم، لان احنا الاشكال هو اشكال تقني محض باش تعطي المركز كل المنتوج ديالها واللي دويتي عليه انت. طبعا المجال تاع التكوين كيرجع للجامعات المغربيه لكره القدم، دونك حنا بالنسبه لنا كما قلت لك واحد العدد كبير الان في هذه 10 سنوات تاع دورات تكوينيه اللي دارت لجميع الفئات، اللي هما بالنسبه للخاصه على مستوى العصاب بالنسبه للدبلوم، لا بالنسبه للدي ولا بالنسبه للسي ولا البي ولا الآ اللي كانت هي جاري بها العمل وكيشتغلوا بها في السنوات الاخيره مع البطوله الاحترافيه الاولى والثانيه، الان وصلت للمستوى تاع كاف محترف. وبالتالي فالتكوين الان الحمد لله عندنا واحد العدد كبير من اللاعبين اللي هما تكون، مازال خيخصنا شويه تاع التدقيق والتوجيه والتنقيب على النوعيه تاع المكونين باش يمكن لهم تعطاهم اضافه ويمكن لهم تعطاهم تكوينات اخرى. دارت يلا واحد في علمي يلا تقريبا في 2018 وقيله اللي كانت دارت واحد دوره تكوينيه واحد المجموعه، واحد من كل نادي كانوا خداو واحد الفرد وحاولوا باش انهم يعطوهم دورات تكوينيه خاصه بالمكونين اللي غادي يمكن لهم يسهروا على هذه الفئات الصغرى. كتجي النقطه الاخرى هو اننا اولا كيخصنا تكون عندنا الرغبه وتكون عندنا الاراده من داخل الانديه باش انهم يستمروا اكثر في التكوين، لان اللي كيتحكم في التكوين داخل الجامعه راه معروف راه دايره خدمتها غادي واحد السرعه عاليه، ولكن داخل الانديه الان هي اللي كيمكن ليها انها تاخذ اللي هنا السياسه تاع النادي ما كيتحكم فيها غير الرئيس والمكتب ديالو، اللي كنتمنى على اننا بما ان احنا في واحد المنعرج اللي ولينا كنشوفوا كما قبل هضرنا على مشاكل كبيره اننا نرجعوا للقاعده تاع التكوين، ومن خلالها غير يمكن على حسب استثمار كل نادي غير يعرف شكون النوعيه تاع المكونين اللي غادي يجيب، لان الا جبتي العنصر المكون الجيد وعطيتي ودرتي استثمارات ماديه وحطيتي الامكانيات فاكيد ان التحفيزات اللي غادي تكون عندك المكون والنوعيه المكون غادي يمكن له يكون كيدير كذلك تنقيب حتى هو كذلك على احسن لاعبين ويمكن ياثرهم احسن تاثير، وكيمكن بظرف 5 سنوات اننا نلقاو عاوتاني صوره اخرى على الانديه ديالنا واحد النوع اخر من اللاعبين اللي غادي يمكن له كما كان في اخر تدخل تاع المدير التقني البلجيكي اللي هو الان كيشتغل
نشتغل مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على أننا في السنوات المقبلة في المخطط ديالو كيقول على أن اللاعب المحلي يجب أن ينافس اللاعب اللي كتكون في أوروبا اللي هو في واحد عنده فرص كثيرة. إذن باش يمكننا باش يكون عندنا واحد عدد تقريبا 50-50% في المستقبل فخصنا الأندية تكون شغالة وتكون عندنا وننتقل من فكر تكوين الفقر تاع صناعة اللعب. صناعة اللعب وهذه مسألة يعني انتقال من تكوين إلى صناعة اللعب وهذه مسألة مهمة. اليوم كآخر نقطة وانتي اللي جبتي لي سي حسن، احنا اليوم رفعنا السقف نعم. التجربة ديال قطر مستوى كرة القدم بالنسبة لكم انتم كخبير كآخر سؤال فهاد الشيء قبل ما رأيكم في كرة القدم الحالية في المغرب؟ طبعا احنا غاديين بجوج سرعات، الى خدينا في المنتخبات الوطنية الحمد لله الان مؤطرة بشيء اللي هو جيد. يكفي اننا الى شفنا النتائج التي تحققت في هذه السنوات الاخيرة بما فيها كأس العالم الاخير في 2022 بقطر، كذلك إلى انتقلنا للفريق تاع الأولمبي اللي هو حصل على كأس إفريقيا وبطل إفريقيا الألعاب الأولمبية، إيدي سات كذلك إيدي سات اللي هو أول إنجاز في التاريخ كذلك أنه كينتقل للربع. إلى خدينا العنصر كذلك اللي هو في التاريخ أول مشاركة بطولة عالم وأننا غادي ننتقلوا الدور تاع التومون وأماما مع فريق اللي غادي يتقسم معنا اللي هو ألمانيا. بالتالي جميع المشاركات الآن الحمد لله المنتخبات ديالنا حققت نتائج جيدة وغادية بواحد سرعة وواحد تأطير وواحد المستوى اللي جيد. كيبقى الآن المفارقة هو على مستوى البطولة المحلية ديالنا اللي مازالين ما غاديش من نفس السرعة، وهذا الشيء باش كنقولوا على أن من الأسباب ديالها هو النوع ما الاعتماد على سياسة تاع الانتدابات وخلينا التكوين، لأن التكوين اللي استمرنا غير واحد 10% من ذاك الميزانية تاع كل نادي، فأكيد على أن كنقول لك خمس سنوات غادي يكون عندنا وجه آخر، غادي يكون عندنا إضافة أخرى وغادي يكونوا غاديين بجوج سرعات. البطولة ديالنا هي المئة ديالنا على مستوى المنتخب، وبالتالي التمثيلية غادي تكون جيدة بالنسبة للاعب المحلي، وغادي تكون عندنا منتخبات أخرى بمستوى آخر إن شاء الله. وللأسف سي حسن لم نستغل تجربة أوسكار فينوني لأنه جا حقق واحد الطفرة مزيانة ودمج لاعبين صغار في البطولة على مستوى فريق الرجاء أو الأندية هذا للأسف. إذا سي حسن فرصة طيبة وكنشكرك على قبول الدعوة، وكنتمنى على أن نلتقوا فرصة أخرى في موضوع آخر ربما يتعلق بالإدارة التقنية. كنشكرك على تلبية الدعوة سي حسن. شكرا. وطبعا مني غادي نهضروا على أوسكار فيلوني، غادي نهضروا على واحد مجموعة تاع الأطور الوطنية اللي اشتغلات بحال عبد الرحمن السليماني مع المغرب الفاسي، عندنا واحد الصويري مع النادي القنيطري، عندك سالم والخلفي الله يرحمهم اللي مع الوداد الرياضي، المرحوم مع الرجاء، واحد الأعداد كبير من المدربين اللي فعلا كانت عندهم نفسها كبيرة على مستوى التكوين وعلى مستوى إدماج، لأن هذا مشكلة أخر كبير في إدماج العناصر وتكون عندك الجرأة باش أنك تدمجهم. وبالتالي فأنا سعيد بتواجدي معكم في هذه الحلقة، واللي كانت منها تكون مفيدة بالنسبة للمستمع وتكون وصلت بعد الأفكار اللي نقوله يمكن تكون تعطي الإضافة لكرة القدم الوطنية إن شاء الله. شكرا سي حسن. إذن ما بقى لنا غير ندعوكم مشاهدي قناة لو دي جي تي في ومستمعي راديو لو دي جي إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله مع شخصية أخرى، وإلى اللقاء.